أحسن الله إليكم. المرسلة حاء ألف ميم لها سؤالان، تقول في أولهما: في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تقول: أرجو من سيادتكم شرح كيفية الصدقة الجارية والاقتراح بأوجه ممكنة يمكن أن تكون صدقة جارية، لأني أريد أن تكون هي عملي الباقي بعد موتي إن شاء الله، ولا أعرف ما أوجه الصدقة الجارية، جزاكم الله خيرا. الصدقة الجارية هي الوقف الذي يصرف ريعه في وجوه الخير، هذه هي الصدقة الجارية، سميت جارية لأنها يستمر نفعها بعد الوفاة. يعني ينبغي لهذه المرأة أن توقف وقفا مما يغل ويثمر كل سنة، وأن تجعل غلته في وجوه البر، من إطعام المساكين كسوتهم، ومن تأمين المياه للشرب في المساجد وعلى الطرقات، وعمارة المشاركة في عمارة المساجد، وغير ذلك من وجوه الخير. نعم.